هتعمل افشه من نسيب. انا اقضي مع اصحابي ونخرج ونقضي مع بعضينا يعني. والواحد يعني بالصلاه على النبي كده هناخد الفرقه بتاعت من المدينه وبتاع وننزل على حديقه الحيوان، هنجيب ممكن 2 كيلو رنجه ولا حاجه ونزفرها بقى يعني اليوم كله. انا مش هعمل حاجه في شم النسيم عشان هو يوم عادي بالنسبه لي يعني مش مناسبه. يوم ما انا اعمل في حاجه هو اكل رنجه بس، هو ده اخري. طول ان انا كده اصحى من النوم الساعه 12 الظهر، فهحب اخرج يعني، فاقول لابويا عاوز اخرج، فانت عارف يعني ايه مش هيرضى يخرجني. وبالنسبه لي انا شم النسيم وانا صغير كان مختلف عن دلوقتي. كنت باكل توت بقى، عارف انت التوت؟ كنت باكل توت تطلع على الشجره اقع من على الشجره، كنت بتخانق انا واخويا، اما دلوقتي بلون بيض بس. والله انا كنت بتمنى اخرج والله، بس انا مش فاضي، هقضي في البيت. واليكس طبعا ان شاء الله رايح السخنه مع اصحابي. هقضي نوم طبعا. طبعا. امال هعمل فيه ايه؟ بيتعمل فيه ايه شم النسيم؟ هقضي في الشغل. هقضي فين؟ ولا اي حاجه، ولا مختلف في اي حاجه، ما عنديش اجازه للاسف في شم النسيم. تلون بيض؟ وفي حد دلوقتي لسه بيلون بيض اصلا؟